أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ظهر عندنا جماعة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة، وتقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأن العمل لا يضر إذا كان أصل الإيمان باقي، فجعلوا العمل شرطا تكوينيا لا شرطا أساسيا في الإيمان، وأن المعاصي لا تضر الإيمان طالما أن أصل الإيمان باقي. فهل هذا القول صحيح، وما توجيه فضيلتكم؟ هذا القول غير صحيح، وهو مخالف لما عليه الجمهور، لما عليه الجمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا يتحقق الإيمان إلا بهذه الثلاثة. أما من يخرج العمل عن الإيمان فهذا من المبتدعة، وليس هو من أهل السنة والجماعة.